وضع حيز الخدمة قبل نهاية السنة الحالية للبوابة الإلكترونية التي تشتمل على ما يفوق 40 خدمة عمومية لفائدة المواطنين والمتعاملين. البرنامج على مستوى التطوير، وسيدخل إن شاء الله حيز الخدمة قبل نهاية السنة الحالية. كما أننا نعمل مع مسؤولي المؤسسات وإطاراتها على برنامج البيع الإلكتروني لتذاكر السفر، لأن المشكل تم ملاحظة أن كانت عدة تجاوزات وعراقيل سجلتها عدسات الكاميرا وكل المجتمع من حيث بيع التذاكر والتجاوزات الحاصلة. البرنامج القادم إن شاء الله يتضمن بيع إلكتروني تذاكر السفر الخاصة بالنقل الجوي والبحري، على أن يكون البرنامج جاهزا إن شاء الله خلال منتصف السنة القادمة إن شاء الله، مع إمكانية تعميم البيع الإلكتروني للتذاكر على باقي وسائط النقل.